عزلة، جو معتم، خوف وصراخ، تجربة دفن مرعبة داخل تابوت أكثر رعباً لمواجهة الموت. فما قصتها؟ طريقة مبتكرة من إحدى الشركات اليابانية، ابتكرها كينتا إيوانا مع رفاقه لاختبار قدرات الجمهور على الصمود. إنه تابوت الموت للتخلص من الرعب والتوتر الذي تسبب فيه وباء كورونا. عبر دفنهم في توابيت خاصة وإخافتهم بمجموعة من الزومبي حاملي مناشير ملطخة بالدماء، تجربة فريدة ومخيفة في الوقت نفسه، لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين اليابانيين. تبدأ بالدفن داخل توابيت خشبية بطول مترين ونوافذ زجاجية وسط أجواء صادمة، مؤثرات رعب خارجية وتسرب للمياه بالداخل، فيما يظهر الممثلين على شكل زومبي تكسوهم الدماء في كل اتجاه، حيث يبدأون بالهجوم على الشخص ومحاولة قتله حتى ينهار سريعاً ويبدأ بالصراخ والعوي. تستمر لمدة 15 دقيقة كاملة بأسعار تبتدئ من 800 ين ياباني. فهل باستطاعتك خوض هذه التجربة المرعبة؟